تيم سمبر 4-0 بيست اوف 7 برضو في السويب. فالان جوسرز بعد رن يعتبر جدا 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 طويل. والجدير بالذكر برضو يا محمد ان جيلدي سبورتس وجوسرز تيمين كانوا يعني جايين من الاوبن كواليفايرز الاثنين هذولي، فالمركز الاول والمركز الثاني كانوا يعني لاعبين التصفيات، والان هم موجودين يلعبون الجراند فاينل. صحيح صراحة يا نايف انا مشاعري متعارضة شوي، جزء مني يبغى جوسرز يفوز عشان اللور براكت رن ويبهروننا، وجزء مني صراحة حاب سي ار ار ودريت الدو اللي بينهم كذا الثنائي الجميل اللي قاعد نشوفه، فابغى جلدي يفوز. فما ادري انا صراحة شيء متعارض، ما ادري مين بيفوز، ما ادري انا مع مين في المباراة هذه، لكن اللي انا متأكد منه اني انا مع اللعب الجميل اللي بيصير ان شاء الله. للأمانة زي ما قاعدين نشوف هنا تيم جلدي سبورتس زي ما قلت انهم مروا في رن طويل، وعكس للامانه قاره نورث امريكا اللي كان المركز الاول والثاني انفايتد، والمركز الثالث والرابع جايين من الاوبن كواليفايرز، هنا الان المركز الرابع والثالث هم الانفايتد، والمركز الاول والثاني جايين من الاوبن كواليفايرز. فللامانه الموازين انعكست بالنسبه لقاره اوروبا، وندل على شيء واحد ان القاره هذه تعتبر جدا جدا قويه، اي تيم في اي مكان وفي اي وقت ممكن انه يحطم تيمات تعتبر كبيره وعلى مستوى عالي جدا في طبعا في روكيت ليج. للامانه زي ما نشوف تيم جوسرز اللي للامانه قبل البطوله هذه ما كان عندي اي خلفيه عنهم، الان يعني كتبوا اساميهم قدام الجميع وقدام العالم كلهم كثلاثي يعتبر جدا جدا قوي. وزي ما ذكرت التيم جوسرز كانوا مع او يمثلون منظمه سولاري اللي تعتبر منظمه جدا جدا قويه، واللي طبعا الان ينتمون لها الثلاثي برضو الهولندي زي ما قلنا اللي هم ثو اولي ومايك بوي. حاليا دوريتو يحاول يلعب كوره، ديفو ممكن يحاول يسوي بامب الكوره عند دوريتو، فوريس على طول من البنش الجوسي لكن يقطعها سي ار ار. الان فوريس عند الكوره ديفو، طبعا زي ما قلنا انا انت للامانه تقول اتمنى يمكن دريت وسي ار ار، لكن انا موجود واتمنى صراحه اني اشوف ديفو يعني زي ما عودنا انه يكون بطل، ممكن انه يكون هو المركز الاول في التصفيات هذه يا محمد. ممكن كل شيء حاصل صراحة، لكن أحس هنا فرصة خطيرة، أحس عصير روكيت ليج جوسرز موجودين معنا خصوصا مع جوسي العصير نفسه، فأنا أشوف أنهم عندهم اللنس الساحر خلاص، عرفوا روكيت ليج بشكل عام وعارفين كيف يعصرونها، فصراحة نشوف كيف يدون قدام قلت، خصوصا قلت أنه يعني أظهر أو أبدأ أنه واحد من الأفضل، لأنه يعني ما يخسر مباراة متوقع منه انه يفوزها، يعني دائما على التوقعات، يعني عندنا كره خطيرة ولمسة خاطئة من جوسي نفسه او وتنتهي من باركة معليش وتنتهي بهدف على جوسرز. ديفو هنا اللي انت تبغاه يا نايف سجل الهدف. للأمانة انا صح ان زي ما قلت انا يعني اشيد بديفو طبعا بلاعب خبرة ومن الاوائل في روكيت ليج اللي كان لهم يعني لمساته الخاصه في الميكانيكس، بس للامانه ما ادري سالفه اللاعبين الفرنسيين على مرماهم، يعني زي ما شفنا يعني الاهداف في الاون جول كانت من كاسيو والان من باركا، يعني في شيء غلط قاعد يصير بالنسبه لتيم جوسرز حاليا. ديفو لمسه للسيلينج، ممكن سيارار بزيرو بوست الان يحاول بعد الويف داش باركا، هذه كانت وبنت لكن الكوره كانت صعبه بحكم انه ما كان معه اي بوست، جوسي يلعبها للزاويه البعيده لكن ديفو يقراها بكل سهوله، باركا موجود اللمسه يحاول لكن دريت مسبق، الفيك جاء من باركا بحكم انه برضه ما معه بوست، فوريس بتاتشين ممكن انه يلخم الدفاع حاليا، يحاول ديفو موجود باركا يلعبها للباك بورد رايح من السيلينج، دريتو بتاتش ثاني لكن يجلي الكوره جوسي، ممكن يشوف منه ميكانيك، ممكن يشوف منه اي شيء سي ار ار بزير بوست حاليا ممكن يروح للبوست وهذا اللي صار، باركا يحاول ممكن يشوف تنزيله كوره من ناحيه سي ار ار لكن كانت جدا جدا قريبه. يعني زي ما قلت الثنائي الاسباني هذول محمد يعني مساعب للامانه، كل تيم كان موجود في الكواليفايرز وكل تيم كان موجود برضو في المين ايفنت عندنا. صحيح، ونقطة مهمة بجوسرز لازم تفوزون في 3 في 3 لأنه ما أتوقع أنكم راح تفوزون في 2 في 2 على سي ار ار وبريتو، يعني إلى الآن ما أتوقع أنهم انهزموا في البطولة من هذا الشيء، لأنه وبنت لكن جوسي يرجع، أتوقع أنه المفروض هذا وظيفة فورس هو المدافع الأخير، لكن جوسي ينقذهم في آخر لحظة، لأن برضو عندنا كورة ديفو يحاول يروح للريد البلوك
لكن لحسن الحظ جوسي جوسرز يطلعونها في الجهة الثانية. عندنا هنا كرة خطيرة لجوسرز، ممكن فوريس ما عنده بوست 50 كويس من دريتو، سياراري يهدي الكرة، دريتو على اليسارة ينول، يا الله يا عيني تروح خطيرة كانت لديفو الثالث، لكن جوسرز موجودين يوقفون الكرة. للأمانة أنا قاعد أشوف أن الكرة يعني خلنا نقول أن في 3v3 حاليا ما في أحد أفضل من أحد، ما في خطورة كبيرة، اللهم أن باركا سجل على نفس هدف، وهذا اللي صار بالنسبة لأحداث المباراة حاليا. سيارار ممكن يلعب باك بورد ويحاول أنه يشوت الكرة من المرمى، ويا ساتر على البورشوت من ناحية ديفو اللي يعني كان إيمه يعني لي ملاحظات عليه، باركا يشوت الكرة أرضية كانت جدا سهلة بالنسبة لسيارار. ديفو يحاول آخر ثانية في المباراة الآن، دوريتو ممكن يحاول ينزل الكرة، نزلها سيارار، وواحد صفر بالنسبة لتيم جلد. عفوا الآن 2-0 سيريس، يا 2-0 يتقدم الآن جلد، عندهم هو 1-0 زي ما قلت أنت، بس كان عندهم متقدمين هدف من الأبر براكت رن، فالحين متقدمين 2-0 في ضغط كبير على جوسرز، وأتوقع 100% مو أتوقع ما نقول 100% 90% راح يختارون 2v2 CRR ودوريتو جوسرز تحت ضغط كبير. نروح نشوف أبرز اللقطات والهايلايت ونشوف إن شاء الله كيف يكونون في 2v2، لأني واثق. انهم بيختارون 2v2، لكن انا اختلف معك كثير، اللي هم بالنسبه لتيم جوسرز عفوا، زي ما نعرف مين اللي موجود في الدكه حاليا اللي هو ماوكزي، وانا اقول انهم بيختارون ال 1v1 بشكل مؤكد 100%. هم الان متاخرين نقطتين، فلا بد انك الان تستخدم الورقه الرابحه اللي موجوده في الدكه اللي ما عمرها خذلت اي لاعب موجود في جوسرز حاليا. بس وش بيسوي سي ار ار؟ زي ما قلنا سي ار ار اليوم كان يومه بالنسبه لل 1v1 قدام اكزوتيك، كان لعب فاز جيمين على اكزوتيك وما اعطى اكزوتيك فرصه انه ياخذ منه اي جيم، وزي ما نعرف اكزوتيك هو اللاعب اللي فاز على ماوكزي محمد. صحيح النقطة مهمة، وعلى طول ماكسي يرد بهدف صاروخي، أتوقع ممكن 120 بعد الصدى، يعني كم كان قبل. صراحة نقطة جميلة انك قلت انا انه الخيار لجوسرز، انا توقعت انه خيار لجلد، ما ادري اللي خلاني افكر كذا، فقلت اكيد قلت حياخذ التو في تو لانه مو اتوقع عندي فيتد الى الان في التو في تو، لكن اذا نتكلم عن جوسرز 100% فري وين من لماوكس ضد اي احد اتوقع في البطولة، ممكن خسارة واحدة بس من اكزوتيك، وهذا اللي يبين لك الحين هدف ثاني ماوكسي بكل اريحية. للاسف يا سيارار، مع اني عاجبني لعبك لكن ما اتوقع راح ينجح ضد شخص زي ماوكسي محترف ومخضرم. للأمانة أنا أتفق معك في شغلة أن ماوكسي لاعب مخضرم بالنسبة لطور الـ 1v1 الآن في كيكوف، لكن هذه تعتبر كرة جدا جدا سهلة بالنسبة لـ CRR اللي قدر يلاحظ أن الكرة كانت فيك والكيكوف كان فيك من ناحية ماوكسي. ماوكسي إيه نعم لاعب محترف في الـ 1v1، لكن CRR عنده يعني نولج في كل الأطوار، زي ما قلت ماوكسي أنا للأمانة ما قد شفت لأي يعني دور في الأطوار الثانية، ممكن هذا اللي يعطي disadvantage بالنسبة للـ 1v1 اللي قدام اللاعب CRR. واللاعب اللي هزم سي ار ار هو كان اكزوتيك تعرض للهزيمه من قبل سي ار ار مرتين، واكزوتيك هو اللي فاز على ماوكسي، فممكن ان سي ار ار يكون عنده يعني خلينا نقول المفتاح. وجلل بوستين ماوكسي، شطف بوستين حرفيا وما اخذ ولا واحد فيهم، يعني شيء غريب للامانه. عطى الهدف الاول فور فري، وهذا الهدف الثاني كان برضو فور فري بالنسبه لسي ار ار. الآن ماوكزي رجع لنقطة البداية، سيارار يرجع لسلاحه الأساسي الفليك. أنا قدام الباب قدامي ماوكزي، الفليك حقي أنا متأكد منه واثق 100%، والفعل سوء الحظ ماوكزي إنه مسمس البوست جلام اثنينهم، هنا يقدر يرجع يتوقع سيارار البوست ما معاه، ماوكسي مع البوست مع مساحة، هذا شيء يخوف صراحة لأي أحد. هنا عندك فليك، ممكن فيك الزاوية الثانية، يا الله يا ماوكسي، يعني عندك الزاوية اليمين مفتوحة كلها، لكن يروح للزاوية الضيقة اليسار اللي ما راح يتوقعها أي أحد، حتى
سي ار ار اللاعب ذاك اللي يلعب بذكاء دايم ما اتوقع هذا يبين لك مستوى ماكسي في الون في ون. للأمانة زي ما قلنا سي ار ار اختصاص فلكات، لكن في حياتي للأمانة ما شفت لاعب يفلك الكورة زي ماوكسي، يعني يتعب أي لاعب ممكن يجي ضده. لكن المرة الأولى زي ما شفنا الفيك كيكوف قدر يستغلها السي ار ار من صالحة، لكن ماوكسي عرف أن السي ار ار راح يشوتها مباشرة على المرمى وكان جاهز أن يسوي ريكفر وشاتس الكورة. يعني الآدمي قاعد يتعلم من أخطائه وقاعد يعاقب اي خطا قاعد يرتكبه سي ار ار حاليا في المباراه. زي ما شفت طبعا ممكن ترك غالبا بين الاثنين راح يكون في الكيك اوف يعني بالنسبه لماوكزي، وبالنسبه برضو لسي ار ار اللي الان بوست تارت ضد ماوكزي. نشوف الضغط طبعا من ناحيه ماوكزي، يعني يحاول يشوف اللحظه المناسبه بعكس اكزوتيك اللي كان ممكن يدخل على كل كوره كان يستغل كانت يعني او كان يدرب لها اللاعب سي ار ار. شوف ال 50-50، شوف الهداوه، شوف اللاعب كيف يلعب بكل اريحيه وكان تيمه هو اللي فايز. صراحة ماوكسي يعني يبين لك الفرق في المهارة بين الونوين، يعني هذا ما يعتبر يعني تقليل من شأن سيارار، لكن في فرق بين يعني في فرق بين الأطوار الثلاثة. وطبيعي أي شخص عنده مهارات في طور معين راح ما راح يقل مهاراته ممكن في طور آخر. فإحنا يعني عارفين إن ماوكسي تخصصه 1v1 وهو الأفضل هنا يا الله، لكن سيارار إيش تخصصه؟ الفليك. تعال لأي فليك هو موجود، وبالفعل أي فليك سيارار يعني أتوقع البرسنتج عنده في الفليك ممكن 70% ممكن 65% من نجاح للفليك، يعني هذه يعتبر نسبة كبيرة جدا لأي لاعب أنك يكون عندك نسبة نجاح كذا عالية. للأمانة أتفق معك سيارار بالنسبة لأي لاعب جدا جدا مزعج من ناحية الفلكات. ماوكسي ممكن يحاول الآن شوف بورشط من ناحية سي ار ار اللي حاولت وكانت الكرة جدا جدا قريبة بالنسبة له بعد بورشط كان يعتبر جدا خرافي. ماوكسي ممكن يحاول يسوي كنترول ياخذ البوست، مستحيل يوصل للبوست اللي على الزاوية فيعطي الكرة مجانا لسي ار ار اللي الآن عند البوزيشنينج وعند الكرة وعند برضو المساحة. ممكن يشوف فلك مرة ثانية لكن يفيك الفلك، لكن ماوكسي قراها بكل سهولة. البوست قليل جدا بالنسبه لسي ار ار وهذا اللي يعطي الادفانتج ويعطي الافضليه لماوكسي انه يشوت باور شوت. الكره حاول يبلكها سي ار ار او عفوا ماوكسي وتكافى فيها سي ار ار بهدف رابع بعد 50-50 كان من مصلحه سي ار ار زي ما انتم قاعدين تشوفون في الشاشه الان. والمباراه يعني على وشك انها ترجع لنقطه البدايه. محمد صراحه انا منبهر من مستوى سي ار ار، يعني قاعد يخلي المباراه قريبه اكبر قدر ممكن. يعني انا توقعت صراحه مباراة ون سايدد لماوكسي لأنه هو يعني الأفضل عندنا في البطولة من ناحية الون في ون أتوقع بالإجماع، يعني من الجميع الكل راح يقول هذا الكلام. لكن سي ار ار قاعد يقدم مستويات يعني مجنونة. ممكن ماوكسي سكتني هنا ويسوي فليك على طول يرفعها من فوق سي ار ار بعد ما شاف التشالنج السريع. ممكن ماوكسي بدأ يقرأ سي ار ار لأنه سي ار ار يحب يسوي تشالنج بسرعة، فأحس إنه الحين لازم سي ار ار يبدأ يغير شوي من الستايل حقه. الستايل الهجومي حقه كويس قاعد يشتغل، الفليكات قاعدة تنفع، لكن ممكن دفاعيا يبغى لك شوية تتغير من الطرق اللي تسويها لأنه لاعب بذكاء ماوكسي يقدر يعرف ايش تبغى تسوي. هنا نشوف شيء كويس انه قاعد نشوف الحين سي ار ار يشتغل الموضوع، يعني قبل شوي كان يشوت الكيك اوف لما يصير فيه فيك، الحين لا تشوفه يمسك الكوره شوي يحاول يسوي فلاف فليك ولا يسوي الاشياء اللي هو يقدر عليها. ما ادري والله ماوكسي ممكن ماوكسي قاعد يلعب على نفسه ومو قاعد يلعب ضد الخصم. والله ماني فاهم ايش قاعد يسوي ماوكسي هنا، لكن عطى هدف مجاني لسي ار ار. يعني هل ممكن هل تفيك؟ لكن ما فهمت ليش سوى الحركة هذه. ممكن خلينا نقول إنه بانيك يعني من ماوكسي، مع أن يعني استبعد الشغلة هذه تصير من لاعب مثل ماوكسي حاليا لأنه لاعب عنده خبرة في الون في ون وتعرض لمواقف أسوأ من كذا بكثير بالنسبة للون في ون. فالكرة الآن دربل وكنترول من ناحية سي ار ار اللي حرفيا باقي لها هدف واحد ويرجع المباراة، لكن البوست مع ماوكسي والكرة عدت بطريقة غريبة لكن 7-5 ويزيد الفارق. كل ما رجعها بفرق هدف يرجع ماوكسي مرة ثانية. زي ما تشوف الجمبري ست طبعا فيل من ناحية الجمبري ست، وهذا اللي صعب القراية أو السي ار ار ما يقدر يقرأ كرة زي كذا. ما توقع في أي لاعب ممكن يقرأ فيل زي هذه. لما تشوف الريست تتوقع يطلع منها باور، فطبيعي ان السياره يروح في المكان اللي هو متوقع من الكره حتروح، لكن الكره راحت بدون اي باور طاحت على طول في محلها. فهذا اللي ممكن ما حسب حسابه سياره. هنا عندنا هجمه خطيره اتوقع هدف لماكسي عند البوست كامل، يفضل يضيع وقته يحاول يسوي فليك تطلع عاليه. حظ جيد لسياره حاليا انه قدر
قدر يطلع من السيتويشن اللي قبل شيء بدون ما يدخل عليه هدف، خصوصا انه كان ما عنده اي بوست وكان ماكسي مليان بوست. الأمانة ماكسي المطلوب منه بس انه يحاول قد ما يقدر انه يحافظ على نتيجة المباراة بحكم انه هو الفائز، وجوسرز يحتاجون ماكسي حاليا. يعني الان هم متأخرين بهدفين، عفوا بنقطتين بالنسبة للمباراة، ومباراتين قدام تيم جلد. طبعا جلد اخذوا راوند واحد بحكم انهم هم المتأهلين من الأبر براكت، وجوسرز جايين من اللور، فعشان كذا جلد كانوا ماخذين الجيم الاول. والجيم 3v3 اخذوه برضو جلد، ومما صعب مره مهمه جوسرز قدام تيم جلد. وهذا اللي خلاهم يختارون 1v1 لانهم يعتمدون على اللاعب اللي قدامنا طالع، والان متقدم وهو على وشك انه يفوز تيمه، ممكن يشوف دبل تاتش ستوري، لكن قد ما يقدر انه يحاول يضمن الكوره اللي هو ماكسي زي ما انتم قاعدين تشوفون في الشاشه، يحافظ على الكوره، يحافظ على الكنترول، يحافظ على البوست، يحاول انه يتعب سي ار ار. يعني سي ار ار هو اللي كان يسوي الشغلات هذه ضد خصومه في المباريات اللي راحت، وماكسي قاعد يذوقه نفس الشغله. وبالنسبه لتيم او بالنسبه للاعب نفسه ماكسي، صحيح ماوسي قاعد نشوف مهارات تضيع الوقت عنده كل شيء، ياخذ الكره من بوست لبوست، يخلي سيارار يلاحقه، وهنا برضو تشوف الضغط القريب جدا ما يعطيك اي راحه، ممكن يخليك تضطر انك تقطع هنا، لانه سيارار تحت ضغط، عندك 16 ثانيه وناقص هدفين، انت لازم تلعب بخطوره شوي. ضد مين؟ ضد ماكسي اللي يقدر يستفيد من اي خطا تقدر تسويه انت. يعني شوف الحين 3 اهداف الفرق، اتوقع انه اكبر من انك تقدر تعدل، يعني الشرخ اكبر من رقعه. الامانه 3 اهداف يعني اقدر اقول انه ما ادري ممكن 8-6 يعني على تغير سريع. يعني للامانه الادمي يسجل هدف وانا قاعد اتكلم، يعني ما تدري كفات. بس ماكسي ما اتوقع على الامانه ان حتى لو حاول انه يستخدم اي طريقه بالديلي باي طريقه، ماكسي بيظل مع الافضليه. يعني هو اللاعب الوفيون يعني الفيفرت خلينا نقول هنا في المباراه هذه، وسي ار ار يعتبر الاندر دوغ، والمباراه تروح الجوسرز في اول نقطه بالنسبه لهم، ممكن يسجل هدف يحافظ على كورته زي ما تشوف الكنترول الادمي، يعني عنده كنترول مو طبيعي، دربل اسطوري. لكن سي ار ار ياخذ الكره ويقلص الفارق 8-7، يعني افضل من 8-6 بالنسبه له، هدف واحد. نعم يعني نتيجة متوقعة فوز ماكسي، لكن صراحة أداء منبر من سي ار ار، يعني خلى المباراة منبثق، خلاها قريبة جدا طول الوقت. يعني أشوف إنه مستوى كويس، يعني ممكن الون في ون الجاي تشوف سي ار ار أبست ما تدري، لكن الآن متأكدين طبعا إنه راح يكون 2 في 2 عندنا، حيكون سي ار ار ودوريتو. ما أدري أتوقع ضد مين يختارون، ممكن يختارون باركا وجوسي زي ما سووا معنا المرة اللي راحت، فما ندري. نروح نشوف بس قبل ما نشوف الهيلات عندي نقطة معينة يا نايف، ايش رأيك انت في الدو حق سي ار ار ودوريتو في هذه في هذه المباراة؟ للأمانة دوريتو سي ار ار يعني أداهم كان جدا جدا اسطوري، وانا متحمس جدا اني اشوفهم حاليا بعد الهايلايتس اللي راح تنعرض الان يا محمد. يا ساتر ايش صار؟ سي ار ار ودوريتو يا محمد، يعني قبل ما يمدينا حتى ان نفتتح المباراه بشكل مباشر، زي ما قلت انت باركا وجوسي هم اللي نزلوا بالنسبه لتيم جوسرز، لكن سي ار ار ودوريتو للامانه ثنائي جدا اسطوري. انت كنت تسالني قبل ما نروح للهايلايت عن الثنائي هذولي، طبعا زي ما قلت هم اللي سووا الابست، او انهم هم اللي اول من هزم التيم الانديفيتد بالنسبه لتيم سامبري سبورت اللي ما تعرضوا لاي هزيمه بالنسبه لل2 في 2، والان هم على وشك انهم يهزمون باركا وجوسي اللي برضو للامانه كان لهم يعني دور كبير بالنسبه لل2 في 2، وقدام خاصه يعني عملاق او تيم عملاق اللي هو تيم سامبري سبورت. دوريتو سي ار ار الان في اول 15 ثانيه تقريبا او 14 ثانيه عشان كل دقيقه اكثر يسجلون هدفين.
بداية قوية من وجوبين عندك العنف الان يصدم في التيم ميت اللي هو يصدم في العدو يفجر يعني عنف مدبل الى عندنا يا الله يا ري دايركت والدبل تاتش يا دريدو يا الله على اللعب والله قلد التو في تو داخلين بقوة بقوة ناويين ينهونها على طول بدري ما يبغون يلعبون ذات ماكس مرة ثانية احس بعد اللي صار صراحة أنا مبا نشوف هنا دريتو غير السيارة عنده للفينك. أنا طبعا أحب السيارة هذه شخصيا من أفضل أتوقع لو في ستات يعلمك إيش أكثر سيارة لعب فيها. أنا متأكد إني أكثر شيء لعب فيه الفينك للأمانة بدون أدنى شك. يعني سيارة ممكن أكثر لاعيبة الميدليست هم أكثر لاعبين يلعبون بالسيارة هذه اللي هي سيارة الفينك يعني وبدون أدنى شك تعتبر لوكتين هي أكثر سيارة تلعب في روكت ليج بشكل عام. فللأمانة بغض النظر تلعب لوكتين تلعب فينك تلعب ميرك تلعب اللي أنت بتلعب فيه يعني اللي بيفرق هو أدائك داخل أرضية الملعب بالنسبة لأي تيم يلعب روكت ليج حاليا. قلت بثلاثية بعد دبل تاتش يعتبر جدا أسطوري من ناحية اللاعب دوريتو زي ما قلنا الثنائي الإسباني هم يعني مولعين البطولة ومن إيفنت وهذا الرابع دوريتو بعد ما سحب اثنين بطريقة جدا غريبة باركا وجوسي يعتبرون الآن في مأزق كبير والآن قاعدين يرجعون كل الشغل اللي سواه ماوكسي حاليا يعني كان ما سوى أي شيء بالنسبة للتيم جوسي. قلت لك باركا ومعليش دوريتو وسي آر آر في النهائي خطير جدا أتوقع يمكن الأفضل في البطولة حاليا ما راح أقول أفضل العالم لأنه يبغى يقابلون الناس من الأفضل لكن الآن قاعدين يبينون هنا يا الله شوف العنف لكن جوسي يقدر يتفادى شوية بالخطورة ويربينه يا الله على الريدايركت والدبل تاتش يا سلام جوسي باركا يهزم اثنين بالدبل تاتش لكن سيارار ينقذها في آخر لحظة. شوف الإنقاذ الجميل يعني صراحة صعب 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 جدا لك زيارة قدر يسويها وجوسي يتأكد انه بعد الدبل كوميت من قلت يتأكد انه ينهيها ويسجل هدف يرجعون شوي من نتيجة 4-1 يخلون المباراة اقرب. للأمانة شيء الجدير بالذكر واللي أنا شفته يعتبر شيء صعب بالنسبة لي أنا كلاعب روكت ليج إني بعد ما أشوف الخطأ هذا ما أسوي كمت سريع. جوسي كان قاعد ينتظر الكرة وينتظر اللمسة من دوريتو اللي طبعا عطته فرصة إنه يسجل الكرة بكل أريحية يعني أي لاعب بعد ما يشوف الدبل كمت هذا بيشوف اللخبطة راح يشوت الكرة زي ما شاتها بارك. الآن 4-2 يعني المباراة كانها قاعدة ترجع بسرعة بالنسبة لمصلحة تيم جوسرز. طبعا don't count them out بالنسبة لتيم جوسرز ممكن يرجعون في أي لحظة يعني 3 دقائق تعتبر يعني وقت جدا جدا طويل أنك تحكم على المباراة حاليا 4-0 والآن 4-2 وممكن جوسي وباركا عندهم كلمة ثانية بالنسبة للقاء هذا يعني قدام الثنائي اللي خلنا نقول الثنائي الصعب اللي هم سيارار ودوريتو. بدأوا يصحصحون جوسرز شوية أحس ممكن الحين تبوا مشربوا العصير الحين بدأوا يصحصحون معنا في المباراة بعد ما أخذوا 4-0 من البداية يعني يمكن أول دقيقة أو دقيقتين الحين قاعد نشوف مستوى منهم أفضل ممكن أخطاء برضو شوية من قلت رعاية التقدم هنا عندنا ممكن دبل تاتش لكن باركا موجود أحس دفاعيا في ضربة شوية لجوسرز لأنه فوريس هو اللي متعود أنه يكون الأخير ومتعود اللي يسيفهم فبوجوده يضيعون شوي ممكن هذا اللي سبب 4 أهداف في البداية. هنا عندنا هجمة خطيرة من سيارة دوريتو ما يهجم معها رغم أنه كانت في فرصة للمناولة. للأمانة اللي أنا قاعد أشوفه كنترول بالنسبة لتيم جوسرز يحاولون قد ما يقدرون إنهم ما يدخل فيهم هدف خامس لأن الخامس راح يكون يعني محبط للأمال بالنسبة لتيم جوسرز حاليا يعني 4-2 تعتبر كلوز هم محتاجين هدف ثالث ولا زال في الوقت يعني بقية خلنا نقول جوسي عند الكنترول الآن ممكن يحاول يلعبها ممكن يروح لسولو ماستي شوت تعتبر جدا سهلة بالنسبة لدوريتو سي آر آر ممكن يعطيها جمبري ست يروح للسيلينج سي آر آر بالجمبري ست يحاول لكن جوسي أو عفوا باركا بالصدمة وش صار يا ساتر يا ساتر يعني خلنا نقول إن في حظ في الموضوع هنا الحظ قلت إي سبورت يعني 50-50 من دوريتو وجوسي والكورة ينزل عليها سي آر آر ويسجل الهدف الخامس اللي أنا كنت أقول إن الهدف الخامس هذا بيسبب إحباط بالنسبة لروستر جوسرز. الآن باركا وجوسي عندهم 1:50 إنهم يعدلون كل الكلام هذا
صراحه الحظ الابتسم قبل شيء لقلد شوي في الهدف حقهم. الحظ ممكن يحالف قلد وضد جوسرز يخليهم تحت الضغط شوي. الحين الفارق 3 أهداف مره اخرى, عندنا دقيقه ونص يبغالك تقريبا على الافرج انك تسجل هدف كل 30 ثانيه, يعتبر شيء صعب صراحه في 2v2, لكن ما هو مستحيل خصوصا مو على باركا وعلى جوسي. يعني شفنا مستويات جبارة من جوسي في هذه البطولة, وأتوقع أنه قادر أنه يسوي أشياء زي كذا. عندنا كرة خطيرة مدريتو مع CRR, لكن يفضل أنه يروح للعنف اللي هو متعود عليه طبعا تناغمهم من هذا الشيء. يعني دبل ريست دبل ممكن فاتت كانت خطيرة جدا. CRR قاعد يطلع الأشياء الميكانيكية, هنا العنف ينقلب عليهم وجوسي نشوفه يسوي بامبلس لدريتو ويخلي CRR هو والباب. الثقة الزايدة مو وقتها نهائيا يا CRR. CRR حرفيا راح لتريبل جمب ريسبت وكأنه يلعب في الفري بلاي, وعطى كورة مجانية بالنسبة لتيم جوسرز وخلى دوريتو الحالة في الدفاع اللي تعرض البومب, وفي دقيقة واحدة ممكن يروحون هم الاسبانيش كيكوف, يعني كيكوف الاسبانيين ممكن هم يدخل عليهم, لكن CRR يقول هذه لعبتنا ما راح تلعب علينا. CRR يسجل الهدف السادس اللي تقريبا راح ممكن يسد الستار على المباراة الرابعة في البست اوف 7, هذا ممكن يحط جوسرز في موقف لا يحسدون عليه أبدا يا محمد. تسوي الكيكوف الإسباني ضد الإسبانيين, مجنون أنت, إيش قاعد تفكر, قاعد تسوي التقنية حقتها. أتوقع يعني هم ما اخترعوها إلا هم عارفين كل شيء فيها, فغلط كبير أنك تسوي هذا الشيء. لكن نشوف صراحة مستوى كبير من قلت, يعني رغم خسارتهم في الون في ون من ماكسي بطريقة ممكن كانت سهلة, يرجعون بقوة ويثبتون أنهم ممكن الأفضل في البطولة هذه. رغم أن الجوسرز الرول براكت رن حقهم كان جدا مبهر بالنسبة لتيم بمستواهم للأمانة, أتفق معك. بس مين اللي ما راح ينهزم من ماوكسي في الون في ون؟ يعني وموجود عندهم في الاحتياط يعني وحش بالنسبة للون في ون, يعني لاعب جدا جدا صعب, حتى سالفة إنك تفوز عليه راح تعاني بسبتها. يعني بالنسبة لأي لاعب موجود يلعب روكيت ليج في العالم, ماوكسي ما راح يكون سهل لأي لاعب. فبالنسبة للجوسرز هذا طبعا عامل كبير إنه موجودين هم في اللان وموجودين ضمن أكبر التيمات اللي متأهلة في بطولة روكيت ليج لجيمرز وذاوت بوردرز حاليا. دوريتو CRR يفوزون بالجيم التو في تو, خلنا نقول بأريحية. صحيح, أنا قلت لك هم الدول أفضل عندنا في البطولة هذه, فشفنا أنه يعني فوزهم كان بأريحية شوي. يعني ممكن كان في نص المباراة كذا شوية باك ان فورث وفي أهداف, لكن أغلب الوقت كان الفوز لهم سهل. نروح نشوف الهايلايت للمباراة هذه ونرجع بعدها إن شاء الله في ممكن المباراة الأخيرة في البطولة أو لا. ماوكسي مرة ثانية؟ ما أدري للأمانة, ممكن ومبيون هذا نشوفها يعني الريماتش بالنسبة لCRR وبالنسبة لماوكسي. ماوكسي إذا حط النقطة الثانية أنا أقول ما قصر نهائيا بالنسبة لتيم جوسرز. طبعا قدامك CRR يعني ما راح يكون يعني بالسهولة يعني اللي انت تتخيلها للأمانة. مباراة راح تكون صعبة على الاثنين, ترى كانت المباراة الأولى بفرق هدف واحد بالنسبة لماوكسي, وCRR يعني بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة فهو يلعب بأريحية أقل من اللي راح يلعب فيها ماوكسي حاليا. فماوكسي محتاج إنه يسويها مرة ثانية بالنسبة لتيم جوسرز, وبالنسبة له هو شخصيا ما راح يعطي فرصة لاعب
يعني في روكت ليج انه يقدر يفوز عليه في الون في ون، لان هذا اختصاص اللاعب اللي قدامنا حاليا، يعني اللاعب الفرنسي اللي هو ماوكسي. زي ما قلنا روستر جوسرز عباره عن روستر 100% فرنسي، سي ار ار ممكن يشوف منه ميكانيك، ممكن يشوف منه اي شيء حاليا 50-50. ماوكسي عند الكوره لكن يروح للبوست يحاول انه ما يعطي اي فرصه لسي ار ار اللي ما عنده اي بوست حاليا، بزيرو بوست بالذكاء يحاول لكن جل الكوره وطولها على نفسه. ممكن نشوف كوره من ماوكسي لكن سي ار ار لها بالمرصاد. سي ار ار قاعد يلعب بطريقه مختلفه زي ما انه قاعد يشوف، بعد ما كان على وشك انه يدخل فيها هدف هو كافأ نفسه بهدف بطريقه للامانه كان ماوكسي، يعني خلينا نقول انه هو اللي اعطى الهدف لسي ار ار في المباراه او في بدايه المباراه. صحيح، ممكن جريسن كذا مو متعود من ماوكسي شوي زياده عن اللزوم، اعطى سي ار ار فرصه. نشوف جوسرز يختارون الون فيون، طبعا معتاد منهم لو جاتهم فرصه اختيار اكيد حيختارون فيون. عندك ماوكسي، عندك فريون في البنش لازم حتختاره اكيد. ف يعني هنا فرصه ماوكسي انه يرجعهم الحين لنتيجه 3-2 على الاقل، يعطيهم فرصه انهم يرجعون الجيم. هنا عندنا فليك على فوق، يا الله يا ماوكسي صعب 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 انك تلعب ضد احس، يعني تعطيه مساحه كانك تتقبل هدف. فممكن الافضل من سي ار ار انه يبدا يخش يهجم اكثر، يلعب اجريسيف شيء، يسوي تشالنج اسرع، حتى لو انه يدخل عليك هدف على الاقل يعني ما تعطيه راحته انه يسوي اللي يبغى. للامانه ماوكسي يعني بطريقه لعبه كانه يلعب رانك والله، يعني بكل اريحيه، ما كانه تم على وشك انه يعني خلينا نقول يخسر مباراه وسيريس كامل. الكره بعيده مره على ماوكسي ما يقدر يجيبها، مع ان الافضليه في البوست كانت من صالح ماوكسي طبعا، والكره كانت باور بالنسبه لسي ار ار. اللي كنت اتكلم عنه ان ماوكسي انه يعني الادمي عنده ثقه كبيره في النفس، وانه يعني واثق في نفسه انه ممكن يقدر يفوز هالجيم، وانه هو الافضل موجود في الملعب بالنسبه للاثنين اللي قدامنا. ماوكسي يعني في الدربل وفي ال50 50 زي ما قاعد تشوف، 2-2 تسجل عليه هدف أرده بكل سهولة. هذا عنوان مباراتنا اليوم بالنسبة لموكزي وسي آر آر ويبداش 50-50 كفى نفسه فيه بهدف. يعني شوف يسوي 50 بدون الفليب الثاني عشان يسوي ويبداش بعدها للريكفري، يعني واضح انه مفكر في كل شيء قبل لا يسويه. يعني صراحة ما يلام سي آر آر، خصم صعب جدا عليك خصوصا انت ما انت متمرس في البونز، فعشان كذا ممكن هذا سبب كبير انه يا الله الفليك يا يعني قريب جدا منك سي آر آر، رغم ذلك تقدر تسوي فليك بهذا الباور بالزاوية البعيدة. يعني الدقة والقوة اثنينهم يعني في أفضل حالاتهم ما شاء الله عليه. للأمانة زي ما قلت مهما كان يعني أي شيء أنت تقدر تسويه ماوكسي يقدر يسويه أفضل، يعني على قولتهم anything you can do he can do better اللي هو ماوكسي. طبعا زي ما انا قاعد يشوف فلكات اختصاص زي ما قلنا سي ار ار اللي كان يسويها طول الجيم، وكان يسوي خلنا نقول ابيوز للعالم بخصوص الفلكات، لكن قاعد الان ماوكسي يخلي سي ار ار يعاني مثل ما خلى الناس يعانون، يعني فلكات وبورات بشكل جدا جدا مزعج. يا ساتر سي ار ار قدر يقرا الكرة هذه اللي كانت تعتبر جدا جدا صعبة بالنسبة له، وترك بوست بطريقة غريبة لسي ار ار. ماوكسي عند الكنترول، يعني هذا يترك البوست وهذا يعطيه الكرة، يعني الكرم يعني بين الاثنين مو طبيعي صراحة. ماوكسي يحافظ على الكرة يعطيها دربل، ممكن يروح للزاوية أو ممكن يروح للبوست اللي في نص الملعب. ماوكسي بالسيلينج يبطل الكرة يشوتها على طول، وشلون تبي تصد هذه وانت بالمسافة هذه يا سيارار؟ يا صعب صعب جدا، عنده اختيار الفليب متى ما يبغى، يعني احس صعبه جدا على اي شخص انه يصد كره زي كذا، خصوصا اذا انت جاي من سيلينج برضه نفس الكلام. يعني احس فرصتك الوحيده لا تعطي ماوكسي مساحه، لا تعطي البلايز اللي يبغاه، خل تسوي تشالنج اقرب، خله قريب منه دايم وسوي هنا، شوف كيف يفوز عليك في في البوست فايت رغم انك انت اللي كنت الاقرب. يعني صراحه ما له حل ماوكسي. وطبعا ما ينلام برضه سي ار ار، يعني شوف كيف يشيل منه كل البوستين، يخليك تضطر تلاحق انه تسوي نفس الحركه، ياخذ الكره في جميع الجهات، هنا برضه يحاول يسوي بنش من بعيد ككسر بنش يسوي في الكره. ممكن هذا هدف تقليد فارق لسي ار ار، خلينا نقول هديه من ماوكسي. للامانه ماوكسي يعني يروح للاشياء يعني
ما ماني فاهم ليش قاعد يروح له. يعني انت الان متاخر في السيريس كامل، زي ما قلت لك ممكن ثقه في النفس، لكن الثقه لها حد، انت تجاوزت الحد هذا تعتبر ثقه زايده، ممكن تكلفه ترى اشياء كثير للامانه. 4-3 يعني اللي قدامك سيارار احرج لاعيبه ونز في البطوله هذه، يعني باداء اللي يعتبر جدا جدا قوي. والان الكوره مع ماوكسي والبوست مع ماوكسي، ولكن الان ياخذ بوست المد سيارار، ممكن عند الكنترول ممكن يشوف اير دربل، ممكن يشوف منه اي شيء سيلينج، ممكن يعطيه نفس الطريقه، لكن لا ماوكسي يقدر يقراها والسيارار طولها على نفسه. ممكن نروح نشوف دبل من ناحيه ماوكسي، لكن شاتها على طول بطريقه مضمونه في المرمى. ماوكسي الان متقدم بهدفين. صحيح نشوف سيارار قبل شيء طول الكره نفسها، رغم انه كانت عنده خيارات كثيره انه يسويها، كان عنده الموستي، كان عنده الريست، كان عنده اشياء كثير يقدر يسويها، لكن ممكن تاتش ما كان موفق هنا. انتبه للفيك من ماوكسي وياخذ 50 كويس، ممكن هذه تجي البمب من ماوكسي يخليه يرجع للباب بصوره افضل من سي ار ار، ويقدر يسوي ريكفري. هنا البوست مع ماوكسي، نشوف هنا ممكن كره رايح للباب، هدف يا سلام يا سي ار ار. يعني هذا اللي انا اتكلم عنه، لا تعطيه فرصه، خش عليه في كل الزوايا، لا تعطيه اي مجال انه يسوي اللي يبغى، وممكن هذا الشيء اللي راح يخليك تفوز عليه في المباراه هذه، او تكون خليها قريبه جدا. للامانه بعد الكيك اوف اللي صار او الفيك كيك اوف اللي سواه ماوكسي، كنت اقدر اقول ان كان سي ار ار في موقف يعني محرج بالنسبه له، لانه ما قدر لا يروح للبوست ولا قدر يشوت، لكن 50-50 نقدر نقول انه كان من صالح سي ار ار، وهو اللي اعطاه الفرصه انه يرجع للكره هنا ويسجلها بعد ما اخذ 50-50 ثاني من ماوكسي. لكن الان النتيجه فرق هدف مره ثانيه، سي ار ار مو الخصم السهل للامانه قدام لاعب مثل ماوكسي، وبخبره ماوكسي يعني قاعد يؤدي اداء جدا 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 يعني مذهل بالنسبه له. سي ار ار مع الكوره مع البوست، والان يحاول يصدم ماوكسي، ممكن يسجل الهدف. يعني حتى في الون بي ون ستايل الاسباني لا زال موجود ضد ماوكسي، يعني يشوف الكوره، شوف الذكاء، لابد ما في طريقه ممكن تسجل فيها هدف الا الطريقه اللي سواها سي ار ار. 5-5 باقي دقيقه واربع ثواني يا محمد، ممكن نشوف أبسط من سيارة ما توقع. أنت قلت إن ماكسي كان عنده ثقة زايدة عن اللزوم قبل شيء، وممكن كان يستهبل شوي ويضيع فرص ويحاول يضيع وقت، ممكن الحين يندم على الشيء اللي سواه صراحة. هنا نشوف برضو ما أتوقع والله. أنا توقعت إنه ممكن ما شاته بالطريقة السيئة، لكن يقدر يسوي ريكفري ويرجع له ويسجل هدف. ممكن يلجمني شوية ماكسي بالهدف هذا. ماوكسي للأمانة ماني فاهم، هل أنت بتكون في موقف محرج عشان تقدر تفوز؟ يعني ماوكسي لازم تكون المباراة تعادل عشان نشوف منه أشياء مضمونة. سي آر آر يعني كان متأخر بهدفين والآن رجع، ماوكسي الآن يعني تقدم بهدف واحد الآن، يعني بعد ما كان للأمانة قاعد يعطي كور مجانية لسي آر آر وسيف ما أدري من أي عالم، لكن أكيد مو العالم اللي احنا قاعدين نعيش فيه. سي آر آر قاعد يلعب بلعب أسطوري للأمانة قدام واحد من الأفضل لاعبين روكيت ليج بالنسبة للون في ون، يحط الكورة بشكل سهل، لأن للأمانة سي آر آر ما كان يقدر يسوي لها أي شيء، ما عنده بوست، ما عنده شيء انه يسمح له انه ياخذ الكره هذه. الهدف السابع ممكن انه يعني صعب النتيجه على سي ار ار. ماوكسي قاعد يشيل تيم جوسرز الان. صحيح عندنا 30 ثانيه فرق هدفين، مش مستحيل، لكن يحتاج انه سي ار ار يسجل هدف بدري. اتوقع هذه لو تكون هدف ممكن هذا افضل سيناريو حيكون له، لكن ماوكسي يرجع بالوقت المناسب ويسوي البلوك اللي يحتاج انه يسويه. بعدين ماوكسي معروف بتضييع الوقت، ممكن هنا سي ار ار يقدر يسجل هدف. اوكي عندنا 15 ثانيه وعندنا فارق هدف واحد، ممكن الكيك اوف الان او انك تسوي ضغط كبير في ال 15 ثانيه الاخيره لانك ترجع. يعني شفنا ممكن تقدم زايد عن اللزوم من ماوكسي قبل شوي، يحاول يسوي الضغط اللي يحتاجه، ممكن يتوقع انه يكون في سبب خوف شويه لسي ار ار. ان الكيك اوف هذا مهم جدا انك تفوز فيه سي ار ار، لكن للاسف يخسر، على الاقل لا تتقبل هدف. انا اشوف انه صراحه ماوكسي قاعد يحاول يهدي اللعب، يحاول ياخذ التايم المطلوب بالنسبه له انه يفوز الجيم. زي ما تشوف سحب الكره للزاويه واخر لحظات المباراه، ماوكسي في اخر ثانيه الان يشيل تيم جوسرز مره ثانيه للنقطه الثانيه بالنسبه لهم. ما جوسرز ما قدروا يسجلون نقاط الا عبر اللاعب اللي شفناه اللي هو ماوكسي. صحيح رجعهم الحين لجو المباراة، على الأقل خلاها 3-2 لجوسرز، لازم على الأقل جوسرز يفوزون في أتليست 2v2 ولا 3v3 إذا تبغون تفوزون في البطولة. مستواكم هذا إنه بس ماوكسي اللي يفوزكم في الأيام ما ينفع، لازم تثبتون نفسكم في طور ثاني.
فان شاء الله نشوف منهم هذا الشيء. حنروح نشوف هايلايت وابرز اللقطات للمباراه هاي ونرجع بعدها ان شاء الله نشوف ايش يختارون معنا في المباراه اللي بعدها. الجيم السادس الآن زي ما قلنا يا محمد أن بحكم أن جلد الآن مهزومين في الجيم اللي راح لابد أنهم يختارون الطور اللي كانوا فيه يعني مسيطرين بشكل مو طبيعي اللي هو طور التوبي تو زي ما نشوف باركا فورس أو فوريس طبعا قاعدين يلعبون جوسي ما هو موجود في الروستر الآن اللي قدامنا وهدف مبكر بشكل مو طبيعي من ناحية فوريس في أول ثانيتين في المباراة. صحيح انا قلت لك يا نايف انه فوريس هو صمام الامان اللي جوسر فلما ما يلعب في التوفي تو نشوف في عندهم مشكله في الدفاع كبيره وزي ما شفنا استقبلوا 4-0 في اول مباراه يعني يا الله بدايه قويه من جوسر ممكن داخلين بالستيتمنت ناويين يقولون انه احنا نبغى نصير الجراند فاينلست الاولين احنا ما مو جايين بس عشان ماوكسي يكرينا في الون في ونز ويعطينا الفوزات المضمونة فأحس يعني الضغط الحين شوية على قلت على دوريتو سيارار أثبتوا نفسكم أنكم الأفضل في التو في تو ولا هل في كلام ثاني لما فوريس يلعب ويمسك الدفاع. للأمانة واضح أن في فرق بالنسبة للبداية اللي قاعدين نشوفها من تيم جوسرز بحكم أن تغيير الروستر طبعا هذا شيء مطلوب في حالة أنك شفت أداء الفريق ما كان مطلوب باركا ويسجل الهدف الثالث وكأن سيناريو مباراة 2v2 لمصلحة جلد اللي شفناها المرة الأولى قاعدة تنعاد لكن لمصلحة جوسرز الآن قاعدين يحاولون يرجعون للمباراة قدام جلد طبعا قدام الثنائي اللي كان للأمانة أزعج كل ثنائي لعب ضد اللي هم سيارار ودوريتو يعني بالميكانيكس بالطريقة اللعب سيارار للباك بورد ممكن نشوف أي شيء من دوريتو الآن عنده الكرة تعتبر جدا سهلة لكن العارضة ترد الكرة فوريس الآن وسوى الدمو بالنسبة لسيارار ممكن نشوف منه أي شيء لكن ما صار منه أي شيء دوريتو طبعا الآن عنده الكرة يلعبها للنص سيارار ممكن يلعبها فوق الكرة عنده لكن ما فيها أي خطورة بالنسبة لتيم جلد الآن الوضع يعني بالنسبة لجلد يعني نقدر نقول عليه علامة استفهام للأمانة مو قاعدين يسوون شيء وفوريس موجود لكن دوريتو يشيل الكرة بنش الآن الوضع جدا جدا صعب بالنسبة لتيم جلد سبورت هنا كرة خطيرة عندنا سيارار فلكات المعتادة لكن ما قدر يسوي الفلك كان عليه ضغط من باركا أنا كنت أقول أنه فوريس هو المدافع الصلب لجوسرز لكن الى الان ما يحتاج يدافع الى الان نشوف الهجوم لجوسرز هم اللي ضاغطين وماسكين اللعب احس لازم يرجعون في جو المباراه هذه فرصه برضو انهم يرجعون في جو المباراه لقلت عشان يخشون شويه في الجو يبدون يسجلون الاهداف لكن نشوف ضغط كبير جدا من جوسرز ما يعطونهم اي مساحه ما يعطونهم الكوره يعني حتى مجوعينهم تفجيرات يعني نشوف اللعب الاسباني من الفرنسيين صراحه نشوف كيف تفجيرين ورا بعض وهذه فرصه لكن يقدر تريتو يسيف ممكن او شوتة سيئة من باركا كان يمدي يسوي أفضل من كذا بكثير أتوقع للأمانة ضغط ورا ضغط يعني من ناحية تيم جوسرز يعني ما أعطوهم فرصة نهائيا أنهم يعدلون النتيجة وهذا المطلوب للأمانة من ناحية تيم خلنا نقول الصاعد بالنسبة لتيم جوسرز حاليا قلت يعني في ورطة وفي موقف جدا جدا صعب ماوكسي سوى اللي عليه لكن الآن كل الحمل على الثنائي اللي قاعدين نشوفه الثنائي الفرنسي اللي هم باركا وفوريس طبعا قدام الثنائي برضو الإسباني اللي هم سيارار ودوريتو ممكن يشوف بومب لكن يشيل الكرة فوريس طبعا يحاول زي ما قلت محمد إن فوريس للأمانة لاعب عنده الإمكانيات من ناحية دفاعية
ويقدر يمسك تيم بالنسبة للدفاع. يعني من المباراة اللي كانت كان موجود فيها بارك وجوسي انهزموا تيم جوسر بستة أهداف، فكان الموضوع بالنسبة لهم يعني الدفاع كان جدا جدا سهل. والآن ممكن يشوف دوريتو بالدبل تاتش يحاول أنه يرجع المباراة، لكن ممكن نقدر نقول أنه لا زال في الوقت بقية كثير. فوريس بالباس ودوريتو للمرمى، والوضع الآن ممكن يكون حامي. الستايل المعتاد، سي ار ار يمسك الكرة يرفعها شوي فوق بعدين يروح يصدم الحارس يعطي مساحة لدوريتو، رغم أن باركا صراحة سوى ريكفري كويس يعني وحاول أنه يرجع يسوي سيف، لكن البليسمنت كان من دوريتو ممتاز جدا، صعب جدا حتى لو أنك أتوقع ماسك الباب بدون أي صدمات بدون أي بمب ما راح تصدها. هذا يدل على الفينيشنج الكويس من دوريتو. هنا نشوف جلد بدأوا يرجعون شوي في المباراة، بدأوا يسوون الضغط حقهم، بدأوا يرجعون للعباتهم العنف حقهم، فيعني علامة كويسة علامة إيجابية لجلد. للأمانة الشيء اللي أنا لاحظته بالنسبة لسي آر آر ودوريتو هذا هو اللي هم يحاولون قد ما يقدرون. يعني توني بتكلم عن الدمو، تفجر الأول وتفجر الثاني، التيم هذا ما يرحم دوريتو يا ساتر، حاول ببورشت يعني يحاولون بطريقة أو بأخرى مهما كانت الطريقة اللي ترجعهم للمباراة راح يستغلونها عشان يسوونها. والزاوية البعيدة فوريس بالهدف الرابع، ممكن تيم جوسرز هم يكونون المركز الأول ببطولتنا اليوم. دوريتو للزاوية عند فوريس اللي كان متمركز في المكان المطلوب، دوريتو راح ياخذ البوست لكن ما قدر يوصل للمكان المناسب او انه يرد الكرة اللي كانت تعتبر جدا جدا صعبة عليه. دوريتو الان سي ار ار متأخرين بثلاثة اهداف، الهدف اللي سجلوه ما له معنى الان بعد ما كانوا على وشك انهم يرجعوا للمباراة، وكانت المباراة فرق هدفين بالنسبة لهم الان. جوسرز يبغون ياخذونا للجيم 7، يبغون ياخذونا لين النهاية، فيبغون يسوون اللور براكت رن اللي فيه فوز، فقاعدين يأدون صراحة أداء مستوى جبار منهم. هنا عندنا فوريس يا الله خطيرة كانت ريست، لكن صعبة جدا كانت الزاوية عليه، ممكن هذه فاعت للأسف سوء الحظ بتشاتة، ممكن عدم ما قراها زين. هنا دوريتو يرجع، يا الله دوريتو الفينيشنج عنده ما شاء الله، يعني دائما تشوف في مدافع يغطي لكن دوريتو يعرف إيش يسوي، أنت عطى بس كورة قدام الباب وخلي الفينيشنج عليه، هو اللي يتكفل بالموضوع. وزي ما نشوف سيارات دائما يحاول يسوي له ستب في الألعاب هذه، يحاول انه يعطيه الفرصة انه يكون واحد ضد واحد مع الحارس، او حتى ممكن النت يكون فاضي، ودريتو دائما موجود في التسجيل. للأمانة دريتو لعب خطير مرة للأمانة، يعني حاول وفجر ويعني اقدر اقول سوى كل اللي عليه، لكن مشكلتهم دفاعية بالنسبة لتيم جلد يعني الأخطاء الدفاعية كلفتهم الجيم اللي قاعدين نشوفه الآن. ثلاثة أهداف كانت يعني بدري خلنا نقول بالنسبة لتيم جلد، والآن نقدر نقول وقطع عن الآن على وشك نشوف جيم رابع. لا ننسى أن جلد كان معهم نقطة في البداية، وجوسرز جابوا كل النقاط حاليا. جلد جوسرز جيم 7 راح يكون للأمانة شيء حماسي. صحيح الحين عندنا جيم 7 اول سيرز اتوقع يوصل للنهايه، وشفنا الجوسرز يرجعون. طبعا النهايه ما راح تكون لماوكسي للاسف، ما راح ياخذ معنا الفينشنج لان الفاز الحين جوسرز، فالخيار حيكون لجل. ما ادري هل هم ياخذون 2v2 مره ثانيه سي ار ار دريتو ولا لا، بعد الهزيمه اللي شفناها يمكن انهزت ثقتهم شويه حيرجعون ل 3v3. نروح نشوف الهايلايت ونرجع بعدها لاخر مباراه في السيرز نشوف من حيفوز. للأمانة جيم 7 يا محمد و 3v3 برضو، وش النهاية اللي نبغى نشوفها يعني أفضل من هالنهاية؟ دوريتو سي آر آر وبرضو وديفو، والآن عندنا باركا وجوسي، والآن موجود معهم فريس. كل الشغل اللي سواه ماوكزي ما راح هباء الآن بحكم اللي يعني جاب لهم نقطتين من ال1v1، والآن على وشك أن نشوف جيم 7 3v3 ستاندرد بنظام البطولات العالمية، وقدام لاعبين برضو عالميين، والآن يبدأ الجيم المهم يا محمد.
نرجع لنقطة البداية يا نايف. 3v3 هذا المكان اللي بدأنا فيه، هذا المكان اللي الله على طول كورة خطيرة من فورس المدافع، هاي ثاني مرة يسجل، والبوزيشن البليسمنت للكورة يكون يعني شيء جدا صعب للمدافعين، يعني يقول لك أنا مو بس مدافع أنا هداف برضو، بس ترى أنا كويس في الدفاع. فصراحة هدف فأول 10 ثواني من جوسرزي يثبت أنهم قادمين بقوة، وأن الخوف على قلت مو عليهم للأمانة. الباس من باركا، يعني كيف تسوي كذا باركا؟ يعني وش الثقة، من وين تجيب الثقة هذه؟ للأمانة فورس يعني الشوتة صح أنها تعتبر أسطورية، لكن يعني الباس كان أجمل، يعني الأسيست كان أجمل من الهدف بالنسبة لتيم جوسرز. دوريتو نص الملعب، سي آر آر ممكن يروح، لكن فورس موجود، والتاتش جدا غريب. اللاعب اللي صنع الهدف الأول بالنسبة لهم واللي سجل الهدف الأول يعني ما قدر وعجز إنه يسيف كورة كانت للأمانة تعتبر سهلة جدا بالنسبة للاعب بإمكانيات فورس. واحد واحد رجعت المباراة في أول تقريبا 30 ثانية، هدفين، هذا ندلدل على المباراة راح تكون فيها أهداف وراح يكون فيها هجوم مو طبيعي بين التيمين. يا الله إيش هذه المباراة الحماسية، يعني غير أنه الجراند فاينل حاليا آخر مباراة في السيريز، 3-3 تعادل، وقاعدين نشوف الهدف الثاني من سيارار هدفين ورا بعض يخلي التقدم اللي قلت. أتوقع إنه قلت هذه الهدفين يعني ردا لهم ستيتمنت، إحنا الفريق الأقوى في البطولة، مو عشانك سويت لور براكت رن جاي تحاول تفوز علينا، إحنا الفريق الأفضل، إحنا اللي نزلنا سيمبا وإحنا اللي حننزلك. للأمانة بعد هذه المباراة أنا اكتشفت شغلة، واللي هي أوروبا يعني قارة جدا جدا يعني مستويات فيها قريبة مرة بالنسبة طبعا للتيمات اللي قاعدين نتفرج على مبارياتها، بعكس اللي أنا شفته في نورث أمريكا. للأمانة يعني الرن حق كومبلكسيتي أو عفوا سبيس ستيشن كان مشوا قدام كل العالم وبكل أريحية، بعكس اللي أنا قاعد أشوفه من جيلد ومن برضو جيوسرز. سي آر آر من زاوية اليمين إلى أقصى الزاوية اليسار يخلي الموضوع معقد بالنسبة لجوسي، بالنسبة لأي مدافع ممكن يكون مكان جوسي. 3-1 بعد ما كانوا تيم جوسرز هم المتقدمين في جيم 7 في الجراند فاينلز، هذا الجيم يحدد المركز الأول والمركز الثاني، فهي all or nothing بالنسبة للتيمين. ديفو اللاعب الميكانيكال، يا ساتر وش قاعد يصير، الدفاع في لخبط يا محمد. سي آر آر يسجل الهاتريك معنا في المباراة الأخيرة، يعني في المباريات المهمة يطلع لك اللاعب اللي يبين لك معدنه، وبالفعل سي آر آر قاعد يبين لنا معدنه، إنه لاعب عالمي قاعد يسجل هاتريك في المباراة الأخيرة في البست اوف 7 آخر مباراة في البطولة عندنا الجراند فاينل اللي عليها الكلام. سي آر آر قاعد يظهر نفسه، وممكن نقطة مهمة برضو هنا في نقطة خطيرة، يا الله على البيسمنت يا دوريتو، لكن كان ما عنده بوس ولا قدر ينهيها بالشكل اللي هو يتمناه. نقطة مهمة انه لاعبين زي دي الله يا روسي ما يخلوني اكمل كلامي، على طول الردود ورا بعض. المباراة صراحة نار نار نار، المباراة مفتوحة جدا، اللي يقدر يسجل يسجل، اللي يبغى يفوز المباراة مفتوحة. للأمانة فورس بالباس الأسطوري وجوسي في المكان، يعني الزاوية البعيدة طبعا الزاوية هذه شفنا فيها فورس سجل الهدف الأول، والآن جوسي سجل الهدف الثاني، 3 دقائق 5 أهداف، الوضع جدا صعب. يا ساتر يا جوسي إيش صاير، وش في الدفاع قلت؟ لكن اللي أنا أشوفه للأمانة إن تيم جوسرز يحاولون قد ما يقدروا، سي آر آر بخطأ من السيلينج، ودوريتو يعجز عن قراءة الكرة اللي كانت تقريبا تحت العارضة وكانت تعتبر أصلا صعبة. كانوا متقدمين 3-1 الآن 3-3، الموضوع حامي للأمانة لأبعد الدرجات. باركا ممكن تشوف الهدف الرابع، وش قاعد يصير؟ وش السيناريو هذا؟ أهداف يعني بالجملة قاعدة تصير هنا، يعني كيكوف مرة ثانية من ناحية تيم جلد يخطون فيه، وجوسرز بأربعة يا محمد. يا الله، يعني مو بس السيريز كان عندنا باك اند فورث، يفوز هنا هذا يفوز هنا بعدين هذا يرجع، الحين حتى المباراة الأخيرة هنا هدف هنا تقدم، يعني قاعدين نشوف صراحة مباراة من أفضل المباريات اللي قد شاهدتها في حياتي. للأمانة محمد مباراة يعني خلنا نقول إن الدفاع فيها شبه غائب بالنسبة للتيمين، يعني أو ممكن نقدر نقول الهجوم جدا جدا فتاك بين الاثنين. دوريتو يلعبها في يمين جوسي طبعا، ودوريتو الآن موجود ما مع بوس، ديفو ممكن يأخذ الكرة، ديفو وينك يا ديفو؟ ما شفنا منه شيء، دوريتو في الزاوية البعيدة، يا ساتر. ديفو ودوريتو يتعاونون ويسوون تيم وورك يعتبر جدا جدا معقد بالنسبة لتيم جوسرز مع
البومب اللي كان يصعب على جوسي انه يرجع للكورة وحاول يصدها، لكن الكورة توجهت للمرمى. 4-4-8 اهداف في الجيم 3v3 يا محمد. يا ساتر يا ساتر، ايش ايش السيناريو هذا؟ ايش الحماس، ايش الضغط اللي قاعد يصير؟ نشوف مباراه مفتوحه من الطرفين، الطرفين كلهم يبغون يورونا عضلاتهم الهجوميه، هجوم ثلاثي مو ثنائي، ثلاثي. تشوف الثلاثه يطلعون كلهم. هنا عندنا هجمه خطيره من ديفو، وجود لاعب زي ديفو مخضرم شيء كبير. وهنا دوريتو يا الله يستغل من الخطا، تروح للزاويه لكن جوسي يطلعها للزاويه الثانيه، يحاول يسهل على فريقه الريكفري. ديفو يا الله يريد وينتبه انه في مشكله عند الدفاع، في مشكله من باركا، ما راح ينتبه للكره، ما راح ياخذها ويحاول يسجلها على طول. فورس هنا برضو ما 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 خلصها، ما توقع انه باركا ممكن في مكان خطير وانه ما راح يقدر يرجع لها الوقت المناسب. ديفو 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 وين كنت يا ديفو؟ للامانه لمساته والدبل تاتش وعنوان للامانه الار ال سي اس وعنوان كل بطوله كان هو اللاعب اللي قدامك الانجليزي اللي هو ديفو. 5-4 يشيل تيم حاليا انهم يتقدمون في السيريس هذا وفي الجيم هذا اللي يعتبر جدا جدا مهم. فورس اللي الامانه كان يعني قلنا عنه صمام الامان، وقلنا عنه ان اللاعب اللي كان يعتبر جدا جدا مهم في الدفاع بالنسبه لتيم جوسرز، لكن ترك الكره تمر مرور الكرام بالنسبه لديفو وسجل منها ديفو الهدف اللي ممكن يكون هو اخر هدف نشوفه في المين ايفنت هنا، وممكن يكون هو الهدف الاخير في الجراند فاينل. باركا ممكن يلمس الكره حاليا، يترك الكرة جوسي بتاتش الى باركا، باركا فورس في النص لكن يروح لميكانيكال ويروح لايردربل، ممكن يشوف منه اي شيء حاليا. فورس يناول هالباركا، باركا يسجل الهدف الخامس. 10 اهداف يا ساتر يا رب، وش قاعد يصير؟ وش المباراه هذه؟ ديفو يناولها ودم بمب غريب من سي ار ار، مس كوميونيكيشن بين الاثنين، باركا يسجل الهدف الخامس ويحط 10 اهداف من التيمين، يعني 5 من جلد و5 من جوسرز. يا ساتر يا ساتر، ايش السالفه؟ ايش ذا الحماس يا ايش هذه المباراه؟ انا خايف، انا صرت اتابع بس صرت خايف الحين متوتر، فما بالك اللاعبين نفسهم؟ الحين عندنا دقيقه واحده متبقيه، اي هدف يدخل من الطرفين ممكن ينهي المباراه، يعني في تحفظ حيكون في الدقيقه الاخيره هذه من الطرفين. عندنا هنا هجمه خطيره من ديفو، مين موجود؟ يحاولون ينقذونها هنا، تروح للملعب الثاني، يعني صراحه قاعدين نشوف خطوره وسرعه من الفريقين. للأمانة أنا قاعد أشوف السرعة مو طبيعية جوسرز، ويا ساتر سي ار ار ممكن يسوي ريكفر، سوى ريكفر في آخر ثانية. يعني سي ار ار للأمانة يعني في الدفاع عليه ملاحظات كبيرة بالنسبة للي قاعد يصير، بالنسبة للأهداف اللي دخلت على تيم جلد، لكن في الهجوم لا يشق له غبار سي ار ار. قاعد يحاول ديفو بالباك فليب جوسي، ممكن يشوف منه وولد داش زي ما قلنا، قاعدين نشوف ديتو يعطي الكرة لفورس، فورس ياخذ الكنترول، ممكن ياخذ 50-50 الكرة نص الملعب سي ار ار، ممكن يروح بالاير دربل ولمسة ثانية باكورد، لكن جوسي مغطي على الكرة، فورس ممكن يلعبها نص الملعب، دوريتو عنده التايم وعنده الكرة وعنده باور شوت لديفو اللي يلمس الكرة فوق فورس، وجوسي يشيل الكرة يعطيها دبل تاتش. الآن نص الملعب موجود باركا اللي ممكن يشوف من الهدف الأخير، فورس بلمسه، وش قاعد يصير؟ ديفو نص الملعب، الكرة 50-50. الآن نشوف جوسي مع الجمبر 6، الكرة تنزل وأوفر تايم يا محمد في جيم 7 في الجراند فاينل. يعني هذا يدل على تكافؤ الفريقين، يعني مو بس 7 أيام أوفر تايم في الجراند فاينل، يعني إيش تبغى أكثر من كذا؟ أتوقع إحنا المعلقين المتابعين المحللين ما نقدر نطلب أكثر من كذا، يعني اللي نبغاه صاير للأمانة. فعلا أنا شايف الآن كورة من سي ار ار لأنه مسبق، وكورة ديفو بطل العالم يقول ويحط كلمته، وعلى قولتهم يفعل ويقول برضو ديفو، يعني جلا غريب من ناحية جوسي فورس ما قدر يقرأ الكورة. ألف 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 مبروك الجلد المركز الأول، ونشوفكم بإذن الله في بطولتنا في اللان في الرياض، لأني للأمانة أداء عالمي من بطل العالم ومن برضو رفاقه الإسبانيين سي آر آر ودريتو، يعني متعوانا للأمانة. جيم 7 أوفر تايم يا محمد، وش قاعد يصير؟ مين اللي ينهيها افضل من اللاعب المخضرم ديفو، اللاعب اللي يحطون ثقته فيه سي ار ار ودوريتو؟ دوريتو دايم سي ار ار دوريتو دايم يطلعون المقدمه، يخلون ديفو ورا يمسك الباب ويمسك نص الملعب، وبالفعل هو دايم يعني يكون في موجود، يكون في المرصاد للخصم ويتصدى لكل اللي يحتاج انه يتصدى، وبالفعل وجود ديفو في مثل هذه الاوقات شيء مره مهم. وجود لاعب مخضرم قد كان في هذه المواقف من قبل، قد صار في هذه الاشياء، يعني احس هذا من اهم النقاط اللي ممكن مبني عليها الفريق، ولا ايش رايك نايف؟
للأمانة ديفو سواها وسووها جيلدي سبورت، حطوا اسمهم على أكبر قارة تقريبا في روكيت ليج في العالم. فللأمانة أنا متحمس أني أشوف منهم المستويات اللي راح يقدمونها في اللانسي. أرار دوريتو برضو ديفو، والمركز الثاني والثالث اللي هم عندنا والرابع برضو كلهم متوجهين إلى اللان في الرياض. للأمانة كذا تكون انتهت التصفيات والمين إيفنت. أشكركم جميعا يا إخواني، أشكرك أنت محمد وكل المحللين والمعلقين اللي كانوا معانا. والآن إخواني راح نتوجه للهايلايت وبعدها مباشرة للاستديو.